الآخر في هذا الصباح الجميل في تحديات هذا الانطلاق المتميز. شوطنا الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، من أعطى إشارة البدء به منذ لحظات الشوط الخامس، بداية الجولة الثانية، شوط خاص بالثنايا الابكار المحليات الأصايل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة والصدارة وأريام من قادة المجموعة لسهير بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري مقدما لهذا الاسم. نتابع المركز الثاني وأرهني صدى تاتي ثانيا بشعار سليمان بن ناصر بن علي الشامسي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث بأرة تقدم لمحنة لمايد بن علي بن أحمد بن علاي النقبية، سلل أيضا مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات من الجانب الآخر الشاهينية وشعار عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري متابعا لتقدم أيضا الشاهينية مع المركز الرابع، بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس بأرة شرف تاتي خامسا وحمد بن سالم بن سليم الاكتبي شعار ممثل أهل الميدان بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الجميل والرائع، بينما إذا انطلقنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس. نتابع المركز السادس وعنيده تاتي سادسا لضاحي بني مع ابو سعيد العميمي، بينما انطلقنا مع المركز السابع بأرى طاري لعروف بن سليم بن يعروف الزرعي. نتابع المركز الثامن ومع المركز الثامن أرى التقدم والتسلل من خيرة شعر عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما انطلقنا مع المركز التاسع أرى التقدم في هذه اللحظات مع الشرود محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من يعلن هذا الانطلاق، ومع المركز العاشر تاتي حضور لطارش بن محمد بن مخيت المسافري. هذه نتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة في أول ندى وأول انطلاق في هذا المسار المتجدد مع الأبكار المحليات الأصايل. لنا عودة مع الصدارة ومع سكان المقدمة ومع تحديات هذا الشوط، وأرى هناك اللي على رأس الحرب اللي تنطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية. هريام أريام 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 على الصدارة، سهير بن بخيت بن ناصر النوبي العامري مقدما لأريام بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. منذ البداية تقود هذه الجموع، تنطلق بتحديات هذا الشوط بهذا الأداء المتميز. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني والاسم القادم في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المتجدد. الشاهينية عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يقدم الشاهينية مع المركز الثاني. ثالث الانطلاقات، ثالث التحديات محنة لمايد بن علي بن أحمد العلاي النقبي متابعا أيضا لمحنة مع المركز الثالث. ومع المركز الرابع تسلل صدى بشعار أيضا وانطلاق سليمان بن ناصر بن علي الشامسي مع المركز الرابع. الكوكبة رباعية 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 على مقدمة هذا الشوط. ومع المركز الخامس تتقدم شرف حمد بن سالم بن سليم الكتبي في متابعة أيضا شرف بهذا الانطلاق على مستوى المركز الخامس، بينما انطلقنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس.
واتقدم لطاري ليعروف بسليم بن يعروف الزرعي، بينما اذا انطلقنا مع المركز السابع باراخيره لعبيد بن عتيج بن زيتون المهيري، من يقدم خيره مع المركز السابع والثامن الانطلاقات عنيده بشعار ضاحي بن يمع بن سعيد العميمي، بينما اذا انطلقنا مع المركز الثامن، مع المركز الثامن بأره التقدم والتسلل والانطلاق الواضح في هذه اللحظات مع الشرود، مع الشرود محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. تاسعا من الجانب الاخر زاهية لسالم بن محمد بن مترف الطريجي، ومع المركز العاشر يتسلل ايضا شعار طارش بن محمد بن خيت المسافري على ظهر حضور مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة. اكملنا ندانا الثاني، اكملنا ندانا الثاني مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المتميز، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع الصدارة بداية هذا الشوط والمقدمة والتحديات الحاضرة، التحديات الحاضرة في هذا الصباح الجميل، والتغيير، التغيير 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 اللي طرى وجرى على المقدمة مع هذا الانطلاق المتميز. صدارة هذا الشوط والشاهينية اللي قادت المجموعة بشعار عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، من يقدم الشاهينية مع هذا الانطلاق المتميز. نتابع صدى مع المركز الثالث سليمان بن ناصر بن علي الشامسي، ومع المركز الثالث تتقدم ايضا اريام للسيف بن خيت بن ناصر بن نوبي العامري، بينما انطلقنا مع المركز الرابع بأرى شرف القادمة بكل قوة مع هذا الانطلاق المتميز. شرف 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 مع المركز الرابع شعار حمد بن سالم بن سليم الاكتبي، من يعلن هذا الانطلاق على مستوى المركز الثالث. ومع المركز الخامس تاتي محنه لمؤيد بن علي بن احمد العلاي النقبي، ومع المركز السادس الكوكب خماسيه، خماسيه خماسيه على مقدمه هذا الشوط مع هذا الانطلاق الجميل. وان سالت عن موقعنا فنحن غادرنا لوحه الثلاثه كيلومتر مع هذا المنظر الجميل والرائع. نتابع الصدارة، نتابع البداية والمقدمة والشاهينية، الشاهينية على رأس الحربة، على رأس الحربة تقود هذه الجموع عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. ولكن نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني، وأرى التسلل، أرى التسلل مع المركز الثاني. نتابع شرف مع المركز الثاني بشعار حمد بن سالم بن سليم الاكتبي، ومع المركز الثالث من الجانب الاخر، من الجانب الاخر صدى مع المركز الثالث، مع المركز الثالث لسليمان بن ناصر بن علي الشامسي، بينما انطلقنا مع المركز الرابع، مع المركز الرابع تحديات اريام السيب الخيت بن ناصر بن نوبي العامري. ولكن اللي وصلت خيره لعبيد بن عتيج بن زيتون المهيري، تتقدم ايضا في طريقها الى الصداره والمقدمه بهذا الانطلاق الجميل والرائع. ومع المركز السادس نتابع طاري ليعروف بن سليم بن يعروف الزرعي، من يعلن هذا الانطلاق مع المركز السادس. الكوكب الثلاثية على المقدمة والصدارة والتحديات الواضحة مع هذا الانطلاق، مع هذا الاندفاع المثير والاتجاه السليم، الاتجاه الصحيح إلى خط النهاية والمغادرة، المغادرة للوحة الاثنين كيلومترات. بوابة المدرج غادرناها مع هذا الانطلاق المتميز. بدينا بالهبوط التدريجي إلى خط النهاية مع هذا الانطلاق المتميز تميز، والشاهينية صامدة على المقدمة، ما خدت لها زاوية بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير والرائع. عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، ولكن شرف مع المركز الثاني.
بقمة التحدي والإثارة حمد بن سالم بن سري ملك تبي من يقدم شرفه اللي قادة المجموعة. وصل أيضا شعار بن زيتون المهيري على ظهر خيرة عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري مقدما لخيرة مع المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية لعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري والكوكب الثلاثية المثلث الذهبي اللي يحتضن هذه الأسامي العملاقة وهذه الشعارات المتميزة ولوحة الإعلان لوحة الألف والميتين. وشرف على الصدارة شرف على المقدمة خيرة مع المركز الثاني. الشاهينية مع المركز الثالث بدت أيضا بدت حرارة الشوط ترتفع بدرت من الشوط يرتفع مع هذا الانطلاق المتميز. السرعة في اللحظات الأخيرة مغادرتنا للوحة الكيلو المتر الأخير وشرف تتجه اتجاه سليم وصح يحل ناموسي هذا الشوط. حمد بن سالم بن سريم الاجتبي من يقدم شرف بهذا الانطلاق ولكن خيرة مع المركز الثاني. عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري مقدما لتحديات خيرة مع المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية لعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري ولكن شرف هي الأقرم. خيرة تحاول اللحظات الأخيرة تحديات هذا الشوط ما بين الثنتين ما بين شرفه وما بين خيرة وشرف ولكن شرف صامدة خيرة تتسلل في اللحظات الأخيرة لتهدي سلامات هذا الشوط لهالي منازف عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري من ينطلق بتحديات خيرة ولكن شرف من الجانب الآخر. اللحظات الأخيرة أهالي المدام ينطلقون بتحديات شرف واللحظات اللحظات الأخيرة وشرف تنتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا لحمد بن سالم بن سري ملك تبي على فوز شرف بالمركز الأول ولحظات وصوله إلى خط النهاية. سلام للمدام سلام ولحظات وصول شرف. تهانينا لحمد بن سالم بن سري ملك تبي على فوز شرف بالمركز الأول. المركز الثاني خيرة لعبيد بن عتيج بن زيتون المهيري بينما اللي وصلت مع المركز الثالث أيضا نتابع تقدم مرغوثة لعتيج بن عوض بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الرابع اليذابة لحميد بن أحمد بن حارب المهيري. المركز الخامس تاتي الظبي للسيف بن سالم النايلي الشامسي. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية. لحظات وصول الشاهينية أو خيرة ترى مشاهدينا متابعينا الكرام أن تنتزع ناموس هذا الشوط 12 دقيقة 42 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك شرف حمد بن سالم بن سري ملك تبي خيرة تصل مع المركز الثاني 12 دقيقة 44 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبيد بن عتيج بن زيتون المهيري ملغوثة تصل مع المركز الثالث وتأتي بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة لحظات وصولها إلى خط النهاية. مشاهدينا متابعينا الكرام 12 دقيقة 52 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لعتيج بن عوض بن عتيج بن زيتون المهيري. تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء أسعد الله صباحك.